قوم لها مالكون وذللناها لهم منها ركوب ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحان الذي يليه ملكوت كل شيء وإليه. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان من تعزز بالقدر بالقدرة والبقاء وقهر العباد بالموت والفناء ليبلوكم أحسن أعمالا وأن سعيكم سوف يرى كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى منها خلقناكم للأجر والثواب وفيها نعيدكم للدود والتراب ومنها نخرجكم للعرض والحساب بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون يا والدي حج محمد بن سلمة يرحمك الله ذهبت عنك الدنيا وزينتها وصرت الآن في برزخ من برزخ الآخرة فلا تنس العهد الذي فارقتنا عليه في الدار الدنيا وقدمت به إلى دار الآخرة وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإذا جاءك الملكان الموكلان بك وبأمثالك من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فلا يزعجاك ولا يرعباك واعلم أنهما خلق من خلق الله تعالى كما أنت خلق من خلقه فإذا أتياك وأجلساك وسألاك وقال لك من ربك ومن نبيك وما دينك وما إمامك وما قبلتك ومن إخوانك وما اعتقادك وما الذي مت عليه فقل لهما الله ربي حقا فإذا سألاك الثانية فقل لهما الله ربي حقا فإذا سألاك الثالثة وهي الخاتمة الحسنى فقل لهما بلسان طلق بلا خوف ولا فزع الله ربي ومحمد النبي والإسلام ديني والقرآن إمامي والكعبة قبلتي والصلوات فريضتي والمسلمون إخواني وإبراهيم الخليل أبي وأنا عشت ومت على قولي لا إله إلا الله محمد رسول الله تمسك يا والدي هدي محمد بهذه الحجة وعلم أنك مقيم بهذا البرزخ إلى يوم يبعثون
فإذا قيل لك ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم وفي الخلق أجمعين فقل هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات من ربه فاتبعناه وآمنا به وصدقنا برسالته فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم واعلم يا والدي حجي محمد حاتم بن سلامة أن الموت حق وأن نزول القبر حق وأن سؤال منكر ونقير فيه حق وأن البعث حق وأن الحساب حق وأن الميزان حق وأن الصراط حق وأن النار حق وأن الجنة حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ونستودعك اللهم يا أنيس كل وحيد ويا حاضرا ليس يغيب آنس وحدتنا ووحدته وارحم غربتنا وغربته ولقنه حجته ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا
محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين من أهل السماوات والأرضين. ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب خدر الجليل ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. واحشرنا وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا الله يا ربنا يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين اللهم آمين. استغفر الله العظيم. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. سبحان الله بحمده 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 سبحان الله سبحان الله بحمده سبحان الله العلي العظيم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اجعل ثواب ما قرأناه وما صليناه على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما هللنا وما سبحنا وهدية واصلة ورحمة منك نازلة نهدي ذلك إلى عضرة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح آل كل والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين لهم إحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح الأربعة ثم إلى أرواح أئمة المسلمين وإلى أرواح المحدثين والقراء والمصرمين ثم إلى أرواح آل سبيكة وآل المعالى وآل المعين وآل المغفور وإلى أموات المسلمين كافة عما هو ثوابا مثل ذلك مع مزيد برك وإحسانك إلى أرواح من كانت القراءه ها هنا بسبب خصوصا أخينا شيخ جهاد بن محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعله فداء له من النار رجاء له من النار وعطاء له من النار وحجابا له من النار
اللهم اغفر لنا ولهم وارحمنا وارحمهم وعافنا واعف عنهم واسكننا وإياهم فسيح الجنان يا حنان يا من إذا سئل أعطى وإذا استعين عن اللهم اجبر انكسارنا واقبل اعتذارنا واختم الصالحات أعمالنا وعلى الإيمان والإسلام توفنا وأنت راض عنا اللهم لا تحينا في غفلة ولا تأخذنا على غرة واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء آجالنا قول لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم كما حيتنا عليها فامتنا عليها غير مفتونين ولا ضالين ولا مبدلين ولا مغيرين اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم موتانا بجاه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.